بحيي الحقيقة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج انها بتفتح دايما على مدى السنين اللي فاتت قنوات اتصال مع علماء، مع خبراء مصريين موجودين بره بيحبوا بلدهم عايزين يساعدوا بس ما كانوش عارفين يساعدوا ازاي. النهارده في نموذج محترم تم لقائه او الالتقاء به في وزارة الهجرة، طبيب مصري ورجل ليه مكانته في الخارج، الدكتور احمد اسماعيل رئيس مجلس ادارة كوينز كلينيك لندن. اتناقشوا معاه وقابلوه، فكروا مع بعض ايه فكرة التمريض وازاي يتم تدريب اطقم التمريض المصرية بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية. ودكتور اسماعيل الحقيقة عنده نية وعزيمة كبيرة جدا جدا ان يعمل خطة عظيمة لادماج الاطباء المصريين في الخارج كمان في هذه الاستراتيجية عشان تعزيز المنظومة الطبية المتكاملة سواء فيما يتعلق بالتمريض المصري للنهوض به. عندنا أحسن ممرضين وأحسن ممرضات في الدنيا وبيعتمد عليهم والله والله، يعني كم من الأطباء المصريين اللي موجودين بره اللي بيجوا يعملوا عمليات جراحية هنا بيقولوا مفيش أفضل ولا أشطر من الممرضة المصرية. بيقول وجراح شهير قال بالظبط كده، قال هي بتبقى فهماني رغم انها مش من التيم او الفريق بتاعي بس بتبقى عارفة انا عايز ايه دلوقتي، فبلاقيها بتديني الحاجة او الاداة اللي انا محتاجها. انما اللي بتيجي معايا من بره او اللي بيجي معايا من بره لازم ياخد الاوردر، لو ما خدش التوجيه مش هيعمل. انما هنا في مصر الذكاء بالفطرة. فاسمحوا لي بقى ازاي نفكر نطور الذكاء اللي بالفطره مع الخبرات الجديده كمان اللي موجوده بره عشان نصل الى مستويات افضل في التمريض والرعايه الصحيه. برحب دكتور احمد اسماعيل رئيس مجلس اداره كوينز كلينيك لندن. دكتور احمد مساء الخير، سعداء بوجود مساء حضرتك الخير يا معانا. فندم، اهلا بحضرتك. اهلا سامعني وسهلا كويس؟ جدا جدا، سامع حضرتك كويس جدا. ايوه ايوه الهدف انت طموح كلمت كلام والمشروع حلو نبيل. قوي دلوقتي، لا يعني لا انا مش العفو، عارف كل الكلام جبت كلام الحلو عند تنميه كلام حضرتك يعني. جميل. اتفضل دكتور. شوف بقى يا سيدي، دلوقتي احنا عارف ان انا تمت لي الدعوه من الساده الحكومه والسيد محافظ شرم الشيخ اللي هو خالد فوده، مظبوط. وتقابلت بالزوم ميتنج النهارده الصبح مع او امبارح الصبح مع السيده الفاضله وزيره الهجره السفيرة سوا جندي. بالظبط كده يا فندم، وكان لقاء الحقيقه جيد جدا. احنا دلوقتي بنحضر للمؤتمر الكبير في شرم الشيخ او في القاهره مش عارفين تمام لسه، للسياحه العلاجيه. تمام كلمه السياحه العلاجيه دي مهم، كلمه مهمه جدا جدا، لازم الناس كلها تعرف ان عشان تحصل اي لقاء ما بين المريض والدوله اللي رايحه لابد ان يكون في عوامل او بيزس يتحرك بيها المريض. طبعا. من ضمن البيز مش الدكاتره الحقيقه يعني خدوا حظهم كتير قوي في الميديا، وخدوا حظهم كتير قوي في الاعلام، وخدوا حظهم كتير قوي في سفرهم للخارج للدول الغربيه، واثبتوا جوده عاليه جدا صح. الاطباء. نفس الكلام بالنسبه للممرضه المصريه على نفس الدرجه من الذكاء ومن الحرفيه، لكن مفيش في عايزه فاين تيونينج، يعني عايزه فاين تيونينج تظبيط الموجة، نظبط الموجة أو تظبيط. التردد على الحديث بقى في العلم يعني أو في مجال التمريض. بالظبط يا فندم، يعني انا طبعا حضرتك عارف وعارفين ان انا فتحت مستشفى حواء الدولي سنه 94، وانا نفسي دربت ممرضات وكنت بجيب ممرضات معايا في السفريات المعلنه مصر لما كنت بشوف العيانين وبعمل عمليات، والممرضات الانجليز اثبتوا ان او اقروا بان الممرضه المصريه على درجه عاليه جدا جدا من الفهم صح اذا دربت التدريب صح. اللي هو الفاين طب تيونينج اللي انا عايزه. هتعملوا ازاي ده يا دكتور بقى مع هيئة التمريض البريطانية؟ هل في اتفاقية قريبة مثلا؟ انا بعد بكره ان شاء الله اللي هو يوم الاربعاء الساعه 9:45 صباحا انا في لقاء مع
الكلية الملكية البريطانية ومع اللي هو الـ heads of the educational departments اللي هم الجزء التعليمي في الشق التعليمي، او قسم الشق التعليمي. التعليمي في الكلية الملكية تمام، ومع رئيس الكلية الملكية. كويس. الميتنج ده مهم للغاية، يعني أنا الحقيقة الميتنج ده عملته بعد ما عملت ميتنج في مصر لما كنت في المؤتمر التحضيري الثاني للسياحة العلاجية، وقابلت رئيس تمريض مصر واتكلمت معاها نقيبة التمريض. وبدأت أحس إن هي عندها الاستجابة والفهم إن هي تقدر تجمع ال 27 محافظة كويس. الهيدز بتوع التمريض المصري وإن هم يتحطوا معايا على زوم ميتنج أو على واتساب جروب ونعمل ويبينار ريجولار ويبينار لحد لما أنا أنزل بنفسي وأنزل معايا الطاقم الإنجليزي من كويس قوي، الكلية الملكية كويس قوي. اللي هم هيقدروا إن هم يدربوا مجموعة مميزة من الناس اللي هم نخبة، هنعمل جهاز نخبة من التمريضي الممرضات المصري المصريين ياخدوا الدورة دي، وبعد كده هم ينقلوا ويدربوا ممرضات مصريين تانيين. برافو. فده هيحصل إن شاء الله الميتنج دي بعد بكرة، وعلى هذا الأساس الميتنج دي نفسها لازم تحمل حاجتين شقين مهمين جدا. طبعا في حاجة اسمها وين وين سيتويشن، ده الكل يطلع الإنجليز كسبان. علمونا كده وأنا بوجودي في إنجلترا في سنين طويلة تعلمنا في حاجة اسمها وين وين سيتويشن، you طبعا cannot win and let other lose. طبعا فطبعا أنا لازم أشور الإنجليز إن هم هيقدروا يستفيدوا من الممرضات المصريين في احتياج شديد جدا للجهاز الطبي البريطاني للتمريض. ايوه، من بعد كورونا صح. عندهم 7.6 مليون مواطن انجليزي على ويتنج ليست في شهر ابريل ايوه اللي فات. ايوه فمعنى والسبب ايه؟ ده محطوط في كل الجرائد البريطانيه، مظبوط. السبب ان في lack of manpower، مفيش، في يعني نقص شديد. ممكن ده دكتور اسماعيل يكون تمهيد بقى ان يبقى في شراكه مع هيئه التمريض البريطانيه، ان الممرضات المصريات اللي اتدربوا يبتدوا ان هم يروحوا يشتغلوا هناك لو عايزين مثلا، ايوه او الممرضين حلوه يروحوا جدا. يشتغلوا في بريطانيا. طب ده انا مش عايزهم هايل يتسرقوا جدا. ببريطانيا، بعد اذن سيادتك، انا مش عايزهم يتسرقوا ببريطانيا. بريطانيا سرقت الاطباء المصريين لمده طويله جدا بس وبنوا بترجعوا لنا عليها. اهو، بدأتوا ترجعوا لنا وبدأتوا ترجعوا للوطن وتنقلوا خبراتكم وتشتغلوا احنا بحب، دايما يعني خير احنا وبركة يا معلش. فندم دايما عمرنا ما بعدنا عن مصر، لا لا عمرنا ما بعدنا عن مصر. مصر دايما هي نمبر 1، أكيد واي دوله اخرى أكيد لاي مصري في أكيد الخارج لعلم كل الجميع دي نمبر 2 او نمبر أكيد. 3. طيب ده شيء عظيم من بالنسبه الأخبار العظيمة. للممرضه المصريه، بس عايز اتفضل دكتور، اتكلم اتفضل. عشان الممرضه المصريه تقدر تكمبيت مع تنافس. الممرضه البريطانيه لازم تكون اعلى منها، عشان بس الكلام ده يكون واضح للجميع. تدريب الممرضه المصريه اللي هي هتتدرب تحت اداره احمد اسماعيل ومساهمه رئيس وزيره الهجره ورئيس التمريض، لابد ان هي تتميز عن الممرضه البريطانيه. لو ما ان شاء الله. تميزتش عن طريق الممرضه البريطانيه مش هتقدر ان هي طبعا تواكب التمريض، مش هيطلبوها، مش عايزينها، هو طبعا لكن هم عايزين واحده لازم مميزه. يبقى في معايير لازم تكون عند الممرض او الممرضه المصريه عشان تقدر تنافس وتروح هناك وتثبت جدارتها، يعني زي ما الطبيب لما راح لازم برضه يكون سافر المعايير واثبت جدارته يعني. يا انا فندم، لازم يكون اه عندها المعايير طبعا زائد اكسس اللي هي الحاجه الزياده طبعا عن الممرضه اللي احنا دلوقتي بنهدف اليها ان ميزه شاء الله، تفضيليه وتكون الممرضه المصريه طبعا قادره ان هي تكون ان شاء احسن الله، من الممرضه البريطانيه. اتفضل. بتعاونكم، بتعاون حضرتك وعلمائنا بره واطبائنا بره مع الدوله المصريه ان شاء الله ده يتحقق، ومبادره عظيمه. بشكر حضرتك وكل القائمين عليها، دكتور احمد اسماعيل رئيس مجلس اداره كوينز كلينيك في لندن، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.